ماذا أسطر في الأوراق يا قلم؟ ماذا أقول وجفن العين لم يهم؟ ماذا أقول عن الأقدام يا ندم؟ وفي فراقك صار القلب في سقم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memulai lagi perjalanan safari dakwah ke Seram bagian barat, insyaallah. Tadi kami salat subuh bersama anak-anak, bersama jamaah di Pondok Pesantren Al-Ansar, dan ini setengah enam lewat sepuluh pada salat subuh, dan kami mulai dengan senantiasa bertawakal kepada Allah, kami mulai mengadakan perjalanan safari dakwah lagi ke SBB, dan ini sedang menuju ke pelabuhan feri Liang. Para sebelumnya sudah pakai undang. ماذا أسطر في الأوراق يا قلم؟ ماذا أقول وجفن العين لم ينم؟ ماذا أقول عن الفقدان يا أبتي؟ وفي فراقك صار القلب في سقم. ماذا سأخبر من جاءوا ومن ذهبوا؟ ماذا سأكتب عن حزني وعن ألمي؟ يوما من الدهر لم أحسب غمامته، وصار حزني كموج البحر في الظلم. فارقت من كان في دربي يؤنسني، ومن بصحبته أرقى إلى القمم. تكدر الحال والظلماء تغمرني، خارت قواي ولم أثبت على قدمي. كم كان ظهرا لنا في كل نازلة، وكان مدرسة في أروع الشيم. لم يبق للعيش بعد البعد يا أبتي، طعم لدينا فهل نحظى بمبتسم؟ يا طارق الدار مهلا ليس فيه أبي، وصوته مختف والصمت غير سمي. في وجهه الخير ما تلقاه مكتئبا، ولا عبوسا وكم ناقا من الألم. يا رب فارحم ضعيفا أنت تعلمه، واجعل له كسراج البدر في الظلم. واجعله يا رب في الفردوس مبتهجا، وفي نعيمك يا ذا الجود والكرم. Betul ni tak betul mungkin. Sukun cuma sisa dua.